لقى وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. حديث كنا ما أنتوا حقوسا بسنية هاي المرور بين يدي المصلي كراهية كجرتا أما إني بنانين ننتو كنا يقفتو كنا يرتس إلا مرة عايب داد بضان أي أسكسة هرسد أرنتا وعارك إيسا إن قفك صلاة تكون هي وقف داد هرتو إسك هرتس إسك مرمرا ولذلك لابدهس أرن داد نوي سهل سنة هرتو دي مران داد نوحي كنتو كنا داد ميلي مرا يعني كنتو كنا مساجد كا صلاة اللي قدم هي داد كاب بحي وأقيا الباب كلا قبح هي هرتس وكنتو كنا داد كنا مركز واتاق قار واتاق تاقيهين ممري كران قار واسك مرا يعني وادك دكسين أصحاب حاجوي أنت قطرت ليلة على هذا الأمر لبعض الظرف كان مصلي قاه يكن كلب حديث صحيحين كوجر البخاري مسلم وعلى النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلموا هدوء قالها المار بين يدي المصلي لنك كديرا إنه مرقفت كنا يهرت إنه مر هدوء قالها ويري ماذا عليه رواية من الإثم معناه وح أنت الدنب وقاضنا هدوء جيه يدبك عقاب تكرر تميس أرنتاس قف إلهي المناجون أيو أو تكن أيه إنه هرمرو هدو أقال هاي وحدبك أقصوا أما دنبي أما عقاب وعلي نبقى عليه سنة كان أن يقف أربعين أفرطن راوح وليه أفرطن مع الموت مياه أفرطن سنة إنه اسكتاقنا الأفرطن سنة يتاقناكرو أفرطن بلو يتاقناكرو حتى أفرطن مع الموت يتاقناكرو حتى أفرطن ساعة دو يتاقناكرو هدو أقال لها إنه تاجنا هذا وغير من أفرتن ساعة ضاد إنه تاجنا هذا أما أفرتن مع الموت أما أفرتن راوي وحليل وكشكي 40 الوجود أي خير وهلت من أن يمر بين يديه إنه نن تكنا يهر مرة هل كه سبحانه عد مركة إني دم بوين أتقف إلهي هرتي ستاج إن أسكهر مرتي رواية كلو حاي سنة كلو كتيمت لو يعلم المار بين يدي المصلي هدو قالها نينك هر مرة يقفت كنا يهرتي سمرة هدو قالها ماذا عليه وحقصه اسمه ودنبئه كأن كان لأن يقوم 40 خيرا له كان أن يقوم إنه تاقنادو روايتك على قصيصة تيهور 40 ويراوي تنلاك عوله إنه تاقنادو أفرتم صنو أم أفرتم الموت من أن يمر بين يديه ولذلك أن أنتان علماء القلافة كتاجا أنا مسألة أقواش علماء الناس يقرأوا هالكان معايا لدي وحنكون بالله هذا الكيجة وعن إيري كان ملدد مرايا كنت كذين دب يقول لي رواية علماء الحقوق قصيصين أرنتان وحيلين من اتقذ سترا وح حديث كان اللي هي إنه أفرتن صنع ما أفرتن مال ما أفرتن بالأجو أي أقو خير بناله إنه مرة وحلقه وذا نين ستر سمايستي نن إنه سترة سميست سترة وحلي لها قفكو على رأمركو تكنا يهرتس وحديكو وحير سترة ذا وما بحنا وحتاجن تذا عمل له كرسي على كانوا على كانوا إن 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 وحوين على صاروا ما سترة ذا موبايل كهذا لقيت دورتاس وسترة كونا كرا بل وحصا على رتقفك دو هاين وحوس سترة كديكتو إنه فرتس كحريق لولك لولك حريقين نصاص سمينا حريق هذا صرت ذي حمره دمي ملها أصلاً مدين باب كواصل مدين باب يقول دمي كوك علي حريقين تاس كلي سفليت أولت من دير إلى أرطاء دجنسها فراها بابورك أولت ستركون غناي تذا حقوقات الستر نيتها وحدير نبي أولو وذجر عن زعوش معي لكم حقوقهم والسوري لكن الستر وصو أرطاء وحير لقوا إذن حديث كمركو حليه علماء قارقود محققين تا حديث كان وحو جودين تا الله هاي هدو وقال له هاي دين بيكو كجور أفرتن صنع ما أفرتن مع الموت أما أفرتن ساعد استاجي له وحلا لجيدا وننك الصوها أكم نن سترة إكتي أو وحصم يستهرتي وحصارتي ننك الصو أحمر على جهاد الله يعني.
ولذلك حديث كلا وحول ليه هاي مركب منطقة وحرام تأه وقف كل حارن تبين وصمر ومنطقة الشتراس كبعد وي نعم ولذلك منطقة محيطها وحواي في موضع السجود اللي لها مرك أيضا محلقة سهرة فيري على موضوع حكاها اللين قفها بستر لقنين سلام ساجك وكتوكنا إلا انتك مركر تأه وحل اللي هاي الدنبي وهي الأقمر وحواي وماشو دحيس السجوديس إلوهيس ماشو مرح ليه يقفكم لكم سجودو يلوغيس حديد أنا لما رأى لكن هذه سجود أكب حديد علماء أسبوع قلافسين إلا أنت لقى بحكرة سجود كذب أنتم ما ماشوا ما ذحلي جايو أنت لقى بحكرة علماء قلنا قالوا حليه سد حلولون قالوا حليه ذرع لولون كلي لولون هل لولون كلي فرتيس ومركرته هذو حتى سزر لهن معي واحد لدي ذي مناجات رب وحكم أكتر ماشوا كسجود هاي لكن ذا حقولي حظ حتى ما مرايو ما أنت أنا ماشوا كسجيرينا وحزلي وردت لقى حذو اللي يقف كان ولما قالوا حين إلى قف ولذلك سدح الأمور ممكن وشيء وقف درر كذا وحتى إلى قف درر كذا كان قول قول بعيد سن وعوا قف درر كذا قف أنت يسقون درس لوك توصل وجيف تقف أنت تكمر بنانك كمر هذا قف وستر سميوة هل كاس وأمرك هل كحرمة كل هذا الله باب وتحريمه ساسو إمام لو بابيا أنا حاران تها قف ستر ذا إلا حد كأن شيء مش وكسو جوده أنت وده حيسو أي لديدي طيب مذهب حنابلة ذا أيوة حكرها بأيدنا أرنتاس مسألة كلاودها هي حرمك أسقى ستر ومباهنو هي حرمك أركتين حربينك ما أنت أنا ملايين أسقى جرتو قفا سجود هاي ما أنت أنا هديلي استأجنا هذا ضدك واسبورناي واسبورصناي بو لبك لنوي بهذا الأغياب ولذلك حرمك حليل هذا والله استثنوا مذهب حنابلة قبوا بس بحليهن حرم مكي ولا مكولن قول أجر حنابلة ما كنا حتى هرتاد صلاة النبي ولا مركرة معايا النبي عليه الصلاة والسلام أي وحال حقيقيه إنه كنت كذي مقام إبراهيم وكان يمر أمامه النساء والرجال رق دمر هرتيس مراي هرتيس رق دمر مراي ليه ستر أنا مصمم يسن ستر مصمم مركر حرام وعليه ستر مباهنا ومسألة إذن ولا أساس نورا وهي علماء ذكر كر يبين ستر ذلك إمام جماعة كحرن أصغر الستر أم باهنو مثلاً إمام الجماعة اللي هذا هاي لنا صفقة لبعض وكوجنا صفقة سدحات ويسدي أكجبت هذا جو صهر مرة نقص وصهر مرة ده تكون هرتوض مرة دب ملا أما لنا تسوي سقط حوار كصفقة لبعض ومال فارقة ده تكون صهر أحمر صفقة يبوحي مركب ده تكون صهر أحمر محير إمام كأي ده كم أمومين تسطر وسطر كل مرة باني كده مركو على مر ولذلك حديث ابن عباس وعلي جماعة ذو تكون يسأم الحمارة وتدمر من كسر حرتي صفوفته صور أحمر وير صفوفته ده رح أحضر هذا مرة إذا صف أحد مساجد حتى من رق قارقون مساجد قارقون ماشي ويسقط الصباح حي ده كنت تكون أن صف كارت أنا قشيت واحد أحمر يم حي جماعة كجرت جماعة إمام اللي هذا إمام كستروا جماعة إمام كستروا تحسن إذا مسألة كلوي أن هذا ولي مساجد ده حركة يسا كربيدا يال كربيدا وحليه ريجو بالله ريجو أقف قدو حتى موبايل أساره ويميس الشدودة إلا السجود ريجو ده كربيد كأصاب ريجو كله أنا ده وحنا يعني بعد الآثار الصوري الله فرط حتى لو فرح لو حريق ضو ساس لو حريق ضو مركا دو أبكو حريقته كربيد كلف إذا ريج بلوك وحواء الحياة مركا ريجو ده كلاش إذا دام حتى لا بأس بها قف كأن ستر لجنين لكن أولى وحام مركزه إنه قف كستر وكتو كذا مركزه سيد الصنة ذي أنا وحكى لنا حارنت كه لنا لكن محاصنة صنة ذو حوي إنه قف كستر لكت لكن دم بيجا هل كان كرتب مايا أي كه لنا نعم ولذلك وحصنة وحان يستر إذا حديث كنا عليه سلسلة وحليا إذا صلى أحدكم متكين هدوت كذو فليصلي هؤتك إلى سترة سترها دكتو قاصة وانك مال بنان كنت كناي مال بنان كنت كناي سو دت مراية علماء قاركود ماذا كنا بده يقولين هاد دت ماش مدور إنت دت مرين حتى ستر أبو بهني لكن حلق الله يا معي سترة وحكى علني دب حكس أحمر راح ولا إيوه دت يكس أحمر ماشي عليه كسجودة نصوم رأي الديدا مرك إلا ماشي كسجودة سترة يقولي النبي عليه الصلاة والسلام من إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة محول ليه وليدن منها هنو دواد أصوتها هسكت ده رهين تذا عقد إجناء أنتم كتوكنا كرسي حكى ده تذا إنه حيرة ورهلك أكو سجود يسد إجناء صوتها كلي تذكر أنا حيرة تذكر مرة مش مساجدك أدو كوم عبرنا كله جاملي مساجدك
marka dadka hadhan dhahay sunnada ku dhaganahay waa laysoo dhaxmara adaa kursi xagga geeyo aad u dheereys nabigu wuxuu leeyahay alaa qalaafa sunnada fal yadnu minha uu nabigu calayhi ha u dhawaado sudurtaas ha u dhawaado uu xadiisku u leeyahay nacam bal waxaa soo aroortay ninkii soo dhaxmara sutradiina adoo sutra dhigatay sujuudda meesha ka sujuudaysa qore dhigata dhigat nin anta soo mar gacanta u celi lidaalika maxaa sunnaa qofka markuu kusoo hag ma rabo dadku iska mashquulsan yihiin stress iska wadaay qaasada dadkan yurub joogo ninaba ogeyn inta lagu tukado haya soma marka waxaa laga yaraa marka arti inuu adoo sutra dhigatay ninku soo marayo gacantaas ugu dhig bes fiir gacanteeda waxay gaartay meesha ku sujuuday ku aadan tahay gacantaas hortooda doo maro saasa dhihin halaalin adiga maxaa yeele fal yuqaatilu xadiisku wuxuu leeyahay markuu gacantaada ka leex iska leexiyo ha iska dhici marka xadiistaas wey dad xajir gacantaada iska leexinaa maya ka dhici iska qabo nabigu wuxuu leyay fal yuqaati hala dagaala xataa ilaa dagaal maxaa dhafi inuu sheydaan wey ninkaas sheydaana saaran marka sheydaanka wuxuu rabaa adig iyo rabbigaaga munaajaadkiina u dhexgalo rabaa marka waxaa laleeyahay gacanta ka qabo iska celi iska riix saas kaaga riix laakiin hadduu gacantaada ka leexdo xagga maro saasaa usii laalin adigana maxay adiga xataa salaadi inaad iqaamadii u toosnaadeed inaad ka baxdi lama rabo aad iska rabo kuuculi lama rabo taas nama ogola idan marka dadka daba sikanaya nacam balse waxaa bannaan hadduu gadaashaad inoo maraartay laba talaab hor ugu qaad gadaashaad ha maro nabigu calayhi isalatu wasalaam ri ayaa waxaa la yidhi akusoo asoo dhexgelartay asoo derbigii ku tukadanay derbigii riyaa soo martay meesha nebigu waa ku sikaday gadaasheed inoo marsoo rabaa waa ku sikay ilaa xabadkiisoo derbi ku dhajiyay nebigu calayhi isalatu wasalaam xadiiskaa kasoo arooray maxaa dhaa waa rida inay gadaashiisa marto marka adiga dadka dagaalka markii lagu dhahayo macnaheeda maaha marka dagaal gal fighting gal ma aha waxaa la jeeda iska celi falyuqaatil macnaha waxaa weye iska sahalsan arrintaas nin gacantaa u dhigtay oo gacanta iska leexina iska leexi gacantaad adkay ka celi meesha halkaa ka celi saas waa macnaheeda laakiin haddaad samayn kartay dadka inay meela ka baxaana weyso adigin masaajidka lagu xayiran yahay waxaad samaysan male laba talaaba hore u qaad derbi ku dhawaaw adiga ha maraan dadka gadaashaada jaanis si dadka jaanis derbi gursika ha ka baxa kaa baxaan laakiin ani waa tukana dadna ha ii xayirnaadaan marka ilaahay la kooday ummad ma waa dhibe ma ilaahay ma jeclo ummadina dhibo وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسن تمحى وخالق الناس بخلق حسن إذن لم أقول تاس نعم ولذلك وحليهن أن واستحباب وحلي استحباب جعل سترة يستوي في قشة المرور صنوي أما مال بنان تاغناو أما مال بنها تاغناني إن السنة طهراء إقاس مذهب كشافعي ذا يحنى بلذا أقبان لكن حنفي ذا iyo maalikiid waxay leeyihiin idaa amina muruuru axadun falaa yustaxab qofka hadduu aamin ka noqdo meel banaanku tugana dad aan marayn laa jinni walaa axwaal aan marayn sutra uma baahna markaas laakiin madhabka shaaficiyada iyo xanaabilada waxay qabaan inay dhahayaan sutrada waa iska sunno ama ka qabaq in dad hortaada soo maraan ama xoola soo maran ka cabso ama ka cabsanin meel dad aad ka filaysay ahaata ama xoola aad ka filaysay kor sunnada sunnuwa dhigashadeeda sunno ah waa madhabka shaaficiyada xanaabilada madhabka maalikiyada xanafiyada waxay qabaanba haddaad ka baqayna in lasoo maro sutra iska dhaaf saasay qabaanba waa iska dhaafi kartaa nacam maxaa dhacay asra la keenay ibnu cabaas waxay leeyihiin xanafiyada iyo maalikiyada waxay leeyihin ina nabiy sal ly sl salla fii fadaa'in nabiga ibnu cabaas wuxuu leeyahy nabiga ayaa wuxuu ku tukaday fii xukm almarfuuc uu leeyahay wuxuu leeyahy salla nabiy sl fii fadaa'in meel banaan uu ku tukaday wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam salla fii fadaa'in ayuu ku tukaday walaysa bayna yadayhi shay xadiiskaas imaam axmed iyo imaam bayhaqi ayaa soo wariyeen nacam iyo abu daa'uud iyo keyrkiisa isnaad saxiixna waa leeyahay isnaadkiis waa sanadkiis waa sax nabigu meel banaan oo mal ku tukaday maxaa yeele wuxuu ka aamin naqday inay meesha dad soo mareen ulma ma suranba waa iska tukaday sitrala-aanu tukaday nabigu calayhi salatu wasalaam waladalika xanafiyada iyo maalikiyada meeshaasay ka qaateen waxay leeyihiin maadaama ibnu cabaas uu soo wariyey xukm mowquf uu ku yaaso oo xukma marfuuc u qaadan karo waxay leeyihiin sanadkana sax yahay nabigu meel banaan uu ku tukaday waxna ma sameynin waana tukaday waxna hortiis ma dhiganin idan in amina alqowf meeshaasay ka keeneen maalikiyada iyo xanafiyada nacam xadiiska imaam bukhaari muslim wuxuu leeyahay idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu ninka hadduu sitro samayso oo min annaasi ka sureyso fa araada axadun an yajtaaza mid rabo inuu soo gooyo wuxuu leeyay falyuqaa bayna yadayhi falyadfacuhu haska riixo fa in abaa hadduu diidana falyuqaatiluhu maxaana fa innahu shaydaanu ku tilmaamay nacam marka masalada oo ah sunno miya dhirir mee leedahay an waxaan irahdaay baa furuhaagaa ku naqan karo aqwaal culammada kasoo arortan waa jirtaa madhabka shaaficiyadu kale waxay kuleeyihiin inay ahaato dhu diraac meesha aan leeyahay
إن قفك وكسجود ومرك كرو ستر إلى حد حد كي لهذا هاي عن الهلودون أما سد حلودون أو دير ولذلك قولك ده هاي ذراع إن أنا قتئ كبرت إن وحوي إن مذهب كشافعية وحقبة ثلث الذراع إن حتى ثلث الذراع حتى تاكو أديك وجرت عليه هاي إن سد حمار هذي لون قلور وهل تاكو وهل تاك هذي لقول ديو قفك ورتيز ومرك كرت مذهب كشافعية قبة إن مقابلة له تمام وحال ربع إنه مش سجودك أدي إن عن أسقديك ما هن أي قبة نعم مركا مسألة لا سطر هذا حديث كاس أوقف كسطر إنه سمعته أيام كسو قب جبين يا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن.